الله يعين على هالبرد. يا ابو خنفري صبحك الله بالخير. مرحبا مساء، صبحت بالنور انت والاستاذ علي والشباب الوقيل. الف الف مبروك الفوز بالمطعم يا بعدي. الله يبارك فيكم. شايل هم الهامور ولا لا؟ للامانه لا، ان شاء الله امره يسر ان شاء الله. طيب علي يسر بتجيب الاخلاق ان شاء الله. طيب طيب نسمع ابو فزاع معاك يا سالم. سالم لبيك. لبيت حاجة يا حبيبي، شلونك حبيبي؟ طيب والله بخير، ابشرك بصحه. يعني اتوقع انت بنفسك ترى ان عندك الشيء الكثير، واللي متامل منك ان شاء الله يكون اكثر واكثر باذن الله. الان جاتك فرصه وراح تكون انت حديث الشارع اذا حبيت، او حديث الجماهير، او حديث الهاشتاج، او حديث القريه اذا حبيت. هذا اللي بيصير ان شاء الله. اذا يا سلام عليك اذا تفاعلت. ايضا من خلال تفاعلك تقدر تمرر اكثر من رساله، وانا ادعي لك بالتوفيق، وانت شخصيه جميله، وانت واقف في منطقه الدفء. عارف ايش المنطقه هذه؟ يعني لا انت اللي بارد ولا انت اللي متقدم، المنطقه الوسط دي، هذه المنطقه تراها جاهزه للانطلاق في اي موقف. ممكن البلديه هي اللي تمشي الوضع وانت تستاهل كل خير. هذا اللي بيصير ان شاء الله. سالم حبيبي لبيك، الف مبروك. الله يبارك ألف فيك. الف مبروك. الله يبارك أنا فيك. انا اتمنى انك اليوم تنام ثم تصحب شخصيه مختلفه. ابغى سالم بكره 180 درجه يختلف. ابغى شخصيه التاجر تطلع باذن الله. ابغى عند الباب فلوس بد بود زبون بعد. ها أبد بك بود الزبون اللي يجون كاش ولا شبكة؟ ما عندي ما في ماكل 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 ما في حد 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 على طول. أنا أتمنى طرح أفكار جديدة في المطمع في المطمع مطمع مطمع إن شاء الله يا مساعد. الله يديك مطمع والله في شوب ترى يطول عمرك كل الجمعة ونجوع. طيب نسمع هاني. تعشيت علي ولا لا؟ نسمع هاني. تعشيت إي والله الله يبارك فيك. تعشى يا رجال. نسمع هاني معك يا حبيبي. سالم يا لبيه، ليش اخترت الشركة هذولا؟ والله الصراحة أنا أشوف إن شاء الله فيهم الخير وبركة بإذن الله. أفكارهم جميلة صراحة، أنا أحبهم الشخصين دول، راضي وراشد، عندهم أفكار جميلة. طيب عشان أفكارهم بيفيدونك ولا عشان فلان ولا عشان إيش؟ راعيت أحد ولا قلت أبغى اللي ينجحني؟ لا والله أنا أشوف إن أفكارهم ما شاء الله تبارك الله. والشيء الثاني أرصدتهم ضعيفة، قلت خلني ألعب على الحبل. عجبتني. طيب عندي سؤال. صريحة جميلة. أنت مشيت على اللي مشى عليه اللي قبلك 50 25 25، ما في جديد؟ هذا شوف إنه زين، شوف إنه طيب الهامور. بكرة لو أكلكم الله يعيننا إن شاء الله بتجيب الأخلاق إن شاء الله. بتجيب إيش؟ بتجيب الأخلاق. بتجيب أخلاق يقول. زين الله يسر لك يا حبيبي. آمين يا رب وموفق خير. وترى شو اسمه، يقولون اللي قدم السبت يلقى الأحد. كيف؟ يقولون اللي قدم السبت يلقى الأحد. فانت الاسبوع الماضي ترى تقديمك جميل، عشان كذا رزقك الله الحمد لله. وموفق. عندي بس استفسار بس. اسلم اسلم. البرايم يوم السبت. جميل. والمطعم متى اسلمه؟ بنجاوبك عليها بكره ان شاء الله. برجعنا في كلام اليوم. يعني رصيد المطعم ان شاء الله بيكون بكره بكره بناكل بكره 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 ان شاء الله بيجيك الجواب. طيب سالم لبيه، كم خذيته المطعم؟ خذناه ب 7000 وعفوا ب 6224 يعني. نزل عن سعر الاسبوع اللي طاف. اكيد. كم سبعة صح؟ تقريبا. إيش كل اسبوع له سعر المطعم. ليش 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 الاسبوع الماضي ارتفع ولا قبله كان نازل الاسبوع انا اقول ليش؟ سعر المطعم 40 نسبة اظن 70% من قيمته الاسبوع الماضي. واضح؟ يعني كل اسبوع متعلق باللي قبله. يعني اول اسبوع كان مو كان الاسبوع الاول فري؟ كان 6000. لا مو فري. لا لا الاسبوع الاول ما كان في مزاد. حلو. فالاسبوع الاول قيمنا اكل الناس طلع مبلغ، فاخذنا 70% منه وحطيناه السعر. الاسبوع الثاني كم دخل؟ 70% تقريبا، 70 او 75 متاكد من النسبه، هي قيمه المطبخ، فهي قيمه ثابته ما هي بمزاجيه. فالاسبوع اللي قبل الاسبوع اللي قبلك دخل مبلغ عالي، فانت اخذت عشان تربح 30% عشان يصير يعني عمليه طرديه هي ابو شوق. كل اسبوع الاسبوع اللي بعده لو قل ربح الرجال مثلا الاسبوع ده جاب مثلا 6000 بس، حيصير الاسبوع اللي بعده 5000 وعليها يمكن. ايوه 70 او 80% مبلغ. طيب معين. طيب نسبه من دخل الاسبوع. طيب سالم لبيه، ناقص كفروه صح؟ اكيد وصلت الرساله ان شاء الله. الله يعطيك العافيه يا سالم. الله يعافيك. لا انت يا بعدي عندي مشكور. عندي نقطه الله. بس ان كان تسمح لي انا اعقب على الكلام اللي قلته بلديه، انا اقصد المطعم. والله يوفق.